بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تحية طيبة أحبتي. طبعا استقبالنا لموضوعنا فيما يخص حل الأسئلة على الوحدة الميكانيكا والمنهاج البريطاني الدولي والبرنامج البريطاني الدولي مهربة الصفين التاسع والعاشر وحدة الميكانيكا. قل لي السؤال: الشكل الجانبي يظهر رائد الفضاء بقرب محطة فضائية فوق الأرض. الكتلة الكلية لرائد الفضاء مع كامل معداته هي 160 كيلوغرام. رائد الفضاء في حالة سكون نسبة إلى المحطة الفضائية، لكنه أصبح يسحب باتجاه المحطة الفضائية بواسطة الحبل بتسارع مقداره 53% متر لكل ثانية تربيع، ولفترة زمنية مقدارها 1.2 ثانية. مطلوب مني الأول احسب محصلة القوة على كتلة مقدارها 160 كيلوغرام تتسارع ب 35% متر لكل ثانية. مثلا مطلوب عندي، طبعا هنا كتلة وعندي تسارع. إذا القانون نيوتن الثاني مباشرة: القوة تساوي الكتلة ضرب التسارع، 160 ضرب 35% ويساوي 56 نيوتن مباشرة. طبعا سرعة رائد الفضاء بعد 1.2 ثانية. أيضا عندي هنا التسارع يساوي السرعة على الزمن، دلتا العين هنا تساوي دلتا عين على الزمن. طبعا هو كان في حالة سكون، عين اتنين ناقص عين واحد، يعني عين اتنين ما نريدها ناقص، كان هنا في حالة سكون، يعني عين اتنين ناقص صفر، يعني عين اتنين نحن نريد عين اتنين، عين أنا سميتها عين، أعتذر. إذا عين تساوي تا ضرب زين، وعليه 1.2 ضرب 35%. إذا تكون عندي السرعة هنا 42% متر لكل ثانية. إذا هذا مطلوب باء. عندي محصلة القوة على رائد الفضاء ثابتة خلال 1.2 ثانية الأولى، لكنها تناقصت فجأة لتصل إلى الصفر. دعوني أصلحها. لكنها تناقصت فجأة لتصل إلى الصفر عندما أصبح الحبل رخوًا. أرسم إحداث السرعة الزمن لرائد الفضاء خلال 3 ثواني. طبعًا هنا المقصود أن أكون عندي 3 ثواني الزمن، عندي السرعة متر لكل ثانية. طبعا هنا بداية السرعة هنا كانت ثابتة، طبعا محصلة القوة هنا ثابتة، السرعة هنا طبعا كانت أنا عندي كما نعلم لحد 1.2 ثانية بهذا الشكل، هذا 1.2 تقريبا، ثم تناقصت فجأة لتصل إلى الصفر عندما أصبح الحبل رخوا. 3 ثواني تصل إلى الصفر بهذا الشكل. إذا الآن بهذا الشكل نحن رسمناها، طبعا ذكرنا هنا 0.42%. يقول لي الآن: وضح كيف يمكن استخراج المسافة المقطوعة من قبل رائد الفضاء باستخدام الرسم أعلاه. طبعا أنا عندي رسم التسارع، سرعة وزمن. المسافة هي دائما المساحة تحت الإحداثي. المساحة تحت الإحداثي تساوي القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية على 2 ضرب الارتفاع. القاعدة الأولى 3، القاعدة الثانية 1.2 تقسيم 2 لكل ضرب الارتفاع 0.42%. إذا 1.2 زائد 3 على 2 ضرب 42% يخرج عندي الجواب 0 أو 882 بالألف متر. هذه المسافة التي قطعها خلال 3 ثواني. تستمر المحطة بالدوران بسرعة ثابتة حول الأرض كما الصورة جانبا بهذا الشكل لكل هذا المسار. هناك قوة تؤثر على محطة الفضاء لتبقيها في مدارها. أرسم سهم يبين اتجاه هذه القوة. طبعا القوة هي القوة المركزية التي ينتجها الأرض باتجاه
طبعا هي قوة جاذبية، لكن هناك قوة مركزية طبعا، لأنه هنا طبعا لأنه هنا عندي جسم يدور حول الأرض بشكل دوراني. إذا بهذا الشكل من مركز الأرض تقريبا تكون باتجاه القمر الصناعي. أيضا نحن نعلم أن هي قوة متبادلة أيضا تكون بهذا الشكل. لاحظ عندنا هنا قمر صناعي يلف حول الأرض بهذا الشكل. لاحظ باث لو وضعنا طريقه، لاحظ أن السرعة ثابتة، السهم الأحمر لا يتغير. لاحظ بأن هذا هي القوة المركزية تنتقل من المركز الأرض نحو القمر الصناعي، ومن القمر الصناعي متبادلة نحو مركز الأرض. هذه هي ما تعرف بالقوة المركزية. إذا تبقي هذه القوة هي التي تبقي الكوكب أو المحطة الفضائية تسير عبر مسارها المخطط له كما هو واضح في الرسم. هنا أيضا مطلوب اشرح كيف تولد هذه القوة. تولد هذه القوة عن طريق تحرك الجسم بشكل دوري عبر مدار ومستمر حول نقطة مركزية. حول النقطة المركزية هنا عندي كانت الكرة الأرضية، فتتولد قوة مركزية جاذبية هنا بين الأرض والجسم. في هذه الحالة تعمل على إبقاء جسم متحرك ضمن مداره. إذا لابد أن يكون سلوك الجسم دوراني حتى تتولد هذه القوة. طبعا هذه القوة تجعل الجسم يسير بسرعة ثابتة، تحدثنا عنه سابقا في فيديو سابق. سرعة ثابتة لكنه تسارع لأنه يتغير الاتجاه. بين ما الذي يحدث سرعة المحطة واتجاهها وطاقتها الحركية. أظن بأن السرعة كانت ثابتة على الدوام. لاحظ بمقدار السهم ممثل السرعة، السرعة تبقى ثابتة طالما هناك دوران حول الجسم، تبقى السرعة ثابتة. طبعا تكون عمودية على القوة الجاذبية، السرعة ثابتة بهذا الشكل. لاحظ بهذا الشكل تبقى السرعة ثابتة. إن تبقى سرعتها ثابتة مقدارا متغيرة اتجاها، تبقى تتغير في هذه الاتجاهات، تبقى دائما عموديا على المماس. طبعا على المماس السلوك الدائري الذي تتخذه. طبعا الطاقة الحركية هي نصف الكتلة في مربع السرعة. في مربع السرعة طبعا بما أن هنا السرعة تكون ثابتة، إذا الكتلة أيضا ثابتة. إذا تبقى عندي الطاقة الحركية للمحطة الفضائية ثابتة. إذا كان هذا الفيديو سؤال مباشر عن أسئلة الميكانيكا للمنهاج البريطاني المعروف IG. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل عليه بعمل الشير واللايك. شكرا لكم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.